احنا كمان تاخد رايك على بعض الصور لبعض الحكام وتقولي تعليقك، ونحاول يعني التعليق يبقى سريع سريعا جدا. ناخد اول صوره احمد الغندور. احمد يا كابتن من حكام الكويسه، بس لازم يشتغل على نفسه اكتر، لان ايه في لازم في افريقيا يبقى له ظهور اكتر واكتر. احمد من الحكام الكويسه والحكام اللي بيتنبأ بالخير. الصوره اللي بعديها امين عمر. امين هو من الحكام الموهوبين في مصر، وان شاء الله ان شاء الله هيبقى سفير لمصر في كاس العالم 26 ان شاء الله. طيب الحكم اللي بعديه محمد عادل. محمد عادل حقيقه كبيره جدا. محمد عادل من الحكام اللي عنده شخصيه، بس هو للاسف المواترات اللي حصلت يا كابتن محمد من الاعلام، من داتا، من ميديا، من كل حاجه، ومن مع لجنه الحكام، هي دي برضو اللي خلت محمد عادل اتورط شويه. ان محمد عادل من الحكام اللي يعني بص يا كابتن، في حاجه اسمها الحكم اللي عنده ضمير، الحكم اللي هو شخصيته قويه، فدي برضو قبل كان عنده مشكله حته داخل القايمه خارج من القايمه يا كابتن محمد. طب انا محطوط، لا محمد عادل اتشال. طب ما دي تفتح تساؤلات ان فكره التسريبات اشمعنى اتعملت مع محمد ما هي عادل. ما محمد عادل اللي وصل لسن 45 لسه كنا بنتكلم انا وانت في الموضوع ده، فان شاء الله بالتوفيق وربنا يكرمه في القادم ان شاء الله. ده يكون فيها برضو نوع من انواع ايه اللي هي الضرب تحت الحزام. ايوه يا كابتن محمد، الحقيقه دي حاجه تدنا كلنا وتهيننا كلنا كبار طبعا مصري. طبعا مش بس محمد عادل، دي في كل المجالات. الحكم اللي بعديه محمد معروف. محمد معروف ده اسد سينا، وان شاء الله ان شاء الله يبقى مع كابتن امين ان شاء الله في كاس العالم 26 ان شاء الله. الحكم اللي بعديه محمود البنا. محمود البنا من الحكام اللي انا كنت بحبهم قوي قوي قوي، بس لازم عنده مشاكل في كابتن محمد برضو، لما تلاقي نفسك بعيد عن ممكن السوبر. اطلع موضوع الحب والكر. لا نتكلم لا لا مش قادر كده. انا بتكلم على محمود ده كان حكم كبير، لما بقاله سنتين عنده مشاكل كتيره، مشاكل كتيره في كابتن محمد، مفيش تركيز، المشكله ان برضو ماتشات يعني برضو حته اللي هو من الحكام الكبار وما راحش ماتشات السوبر مأثره نفسيا فيه برضو اكيد مليون في الميه، وحته برضو في افريقيا ماتشاته قليله، فدي برضو عامله انطباع عنده، واكيد انت عارف الحكم بيبقى عنده حته دي برضو لازم في تطلعات يا كابتن محمد، فبالتوفيق ان شاء الله وربنا يكرمه. طيب. يبقى احسن من احسن. الحكم اللي بعديه محمود ناجي. محمود ناجي من الحكام الواعده، بس انا نفسي لجنه الحكام هو حكم دولي وحكمه جاله عنده ماتش في افريقيا، نفسي لجنه الحكام يلعب ماتشات اكتر واكتر، ماتشات جماهيريه، ماتشات ذات صعوبه، ماتشات درجه صعوبه في التدرج، فبالتوفيق ليه. الحكم اللي بعديه طارق مجدي. طارق مجدي انا بسميه عم موهوبين مصر، ليه؟ طارق كان لعيب كوره، طارق حكم من الحكام الموهوبين جدا واللي عنده فنيات عاليه، بدليل لجنه الحكام يعني الاسبوع الاول والاسبوع الثاني اسندت ليه مبارتين، وكان عنده مباريات صعبه، كان المصري في اول اسبوع وكان عنده الزمالك وسموحه في ثاني اسبوع، فطارق من الحكام الموهوبين جدا بالتوفيق وربنا يكرمه. طب الحكم اللي بعديه حماده القلاوي. حماده الكلاوي. حماده الكلاوي من الحكام الواعده، بس انا بقول له كلمه وبأذن في ودانه، بلاش حماده، الثقه الزياده، الثقه الزياده ساعات بتجلب عليك عكس. طيب الحكم اللي بعديه على ما يحضروا الحكم. طيب كابتن ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور، والله كابتن ابراهيم نور لم شم الاسره التحكيميه، انما طبعا كان في انا بسمي المشكله لحته التخصصات دي يا كابتن محمد من اتحاد الكوره، هي اللي جلبت المشاكل في لجنه الحكام. لو كان في اختصاصات للكابتن ابراهيم او الكابتن محمد او اللجنه كلها كان بقى في لينك وربط اكتر من كده. كابتن محمود كابتن ابراهيم في فتره وجيزه جمع شمل الحكام كلهم في كل المناطق والحكام المقيمين وبتاع، فكابتن ابراهيم شابوه بالتوفيق في القادم ان شاء الله. طيب رايك في حكم حماده القلاوي اللي قلت لي عليه؟ حماده القلاوي حكم واعد، بس انا لازم الثقه الزياده لازم يا حماده، انت عندك ثقه مفرطه زياده يعني انت لسه حماده، الثقه دي ما بتجيش غير بعد فتره معينه. طيب واحنا هنطلع، يمكن كان في كلام كمان، كان قدامنا صوره ابراهيم محمد. ابراهيم محمد ده من الحكام الواعدين والحكام اللي هيبقى ليها مستقبل في الايه التحكيم المصري. طيب الصوره اللي بعديها
كابتن ياسر عبد الرؤوف. اخر صوره معانا كابتن ياسر عبد الرؤوف الحقيقه ومتولي مسؤوليه صعبه جدا جدا رئيس لجنه الحكام. نقول له ربنا يعينك يا كابتن ياسر. المسؤوليه تقيله وربنا يوفقك. بس الكابتن ياسر اداه ودود ولازم يبقى من خلالك يا كابتن محمد من الاذاعه من قناتنا المحبوبه لازم في استرجاع للحكام. لازم يكون في يا كابتن محمد يكون في عندنا بلال كابتن ياسر يمشي عليه. لازم يكون فيه في كل حاجه. لازم يكون في عداله ومساواه. مش هتوصل للعداله لما توصل يكون 80 20 يا كابتن محمد نسبه معينه. لازم يختار معاونيه. ده الاساس. اختيار معاونيه هو ده الاساس في كل العمل. التحكيم محتاج اداره في ضغوط كتير. انما انا كابتن ياسر انا عارف اللي هو اقوى من اي حاجه. ياسر كابتن ياسر عنده مبادئ وعنده قيم وعاوز يعمل التحكيم المصري. فبالتوفيق وربنا يعينه. هل سمعنا شويه ان ممكن لك ايه بيتم فرض اعضاء في لجنه الحكام؟ هل ده ممكن بيتم فعلا او بيحصل فعلا؟ مثلا سمعت عنه حصل مع كابتن ياسر عبد الرؤوف؟ وقول لي اجابه اه لا. لا كابتن ياسر كابتن ياسر من الحكام اللي لها اسم كبير وباع. ومن الحكام كابتن محمد اللي كان عنده فن الاداره التحكيميه. فطبعا لما يجي يمسك لجنه الحكام ده اول مره يمسك لجنه الحكام. فبنتمنى له التوفيق لان هو عنده فكر وكان قاعد معايا وعنده فكر. ان شاء الله هيبقى في تطوير وتسكيب في التحكيم. بس اهم حاجه يكون المنظومه كلها كابتن محمد من اعلام من حكام من كله. لازم نصبر شويه كابتن محمد. طب احمي الحكم ازاي؟ احمي الحكم ازاي؟ ان انا اول حاجه لازم يكون في شخصيه قويه. لازم انا من خلالك لازم يكون في متحدث رسمي للجنه الحكام بعد كل اسبوع في اي محاضره. دي لازم تبقى موجوده. غير كده وكده كابتن ياسر لازم يبقى عنده شخصيه في التعامل بقوه وبحذر. لازم يكون في عنده مبدا الثواب والعقاب. لازم يكون في عنده عداله ومساواه. لازم يكون احمي الحكم ازاي يا كابتن؟ دلوقتي انا دلوقتي هل المشكله في الادوات؟ مشكلة في الامكانيات؟ المشكله ان مثلا لازم يبقى في مبدا السبع عقاب زي ما حضرتك قلت بس ما ينفعش يبقى معلن. بس انا في الاخر لازم احس ان الاداء ده عشان يتطور احس في حاجات تنفيذيه بتتطبق مع التحكيم عشان يتم تطوير. لكن احنا بنشوفه ان ساعات كل سنه الازمات بتزيد رغم ان ممكن بقى عندنا فار، عندنا سماعات، عندنا بعض ممكن البدلات اللي هي اللي ليها علاقه بالفلوس ممكن تكون تطورت. فعايز اعرف احمي بقى الحكم ازاي؟ لان انا في اعتقادي الحكم في الاخر بشر ما بيلاقي السوشيال ميديا كلها عليه، ما بيلاقي حد انه مش محمي ظهره. ده حاجه ممكن يعني تاخد منه محمد وتتم الضغط بيه عليه. المشكله عندنا يا محمد في الاعلام. الاعلام لازم يبقى مساند. احنا بنشوف الدول العربيه وبره مشاكل كتيره جدا بس ما بتوصلش لينا. احنا عندنا الاعلام لازم يكون فيه حياديه في كل شيء. لما المشكله لما تلاقي مثلا يعني الازمه اللي حصلت في اول اسبوع ده كابتن محمد كان ممكن لو الاعلام احتوى الموقف. انما طبعا كابتن ياسر هيقابل من دي كتير حاجات كتير. بس ده كلام يعني مش هو اللي ايه يفرض بيه السيطره ويفرض بيه الانضباط طول ما انت كده. ليه؟ لان انا الاعلام تعامل مع ان في تسريب. الاعلام تعامل مع ومفيش عقاب حصل مثلا بخصوص التسريب او المفروض ما ينفعش اصلا يكون موجود. الاعلام تعامل مع الحاجات اللي بتطلع مع احكام القرارات التحكيميه الجدليه. فده مش هو ده بس اللي انا شايف ان في حاجات ثانيه اجراءات مهمه جدا اخرها ممكن مجلس اداره الاتحاد لازم يبقى داعم قوي للجنه الحكام. ما هي دي النقطه المهمه حمايه الحكم. ايوه السوشيال ميديا بتنال منه ساعات بيانات ممكن تضغط على الحكم. الحكم برضو بشر فبيحس ان هو لو مش محمي بيحس ان هو تحت ضغط رهيب. على فكره الضغط ده يخليه يغلط حتى لو حكم كبير. مش بقصد بيه ان هو مثلا قاصد يغلط او لا قدر الله ان هو ممكن يكون متآمر. الكلام ده انا شايف ان هو لا بعيد. مفيش حد هيبقى عايز يعني يضحي بسمعته وبنفسه. لكن المناخ والضغوط تغلط اي حكم. محمد المشكله ان الحكام يا كابتن محمد عندها معايير كتير. لا انت لو انت حسبت الضغوط ما بتجيش بس غير من الانديه الكبيره. يعني الماتشات كلها في حد بتلاقي الميديا او الاعلام في كلام عن الحكام الا الحاجات اللي هي المؤثره. الاعلام دي ضغوط. دي على فكره الموضوع ده مش من يوم وليله مش والدة النهارده. هتلاقي كل سنه لو انت لاحظت السنه الجايه هتلاقي في اول البدايه كده. السنه اللي فاتت هتلاقي ليه يقول لك ايه بمعنى اصح بتيجي بمعنى اصح انا اذبح القطه من اولها. ايوه بيبقى ترهيب. بس انا برضو كنادي كبير صارف كتير جدا وعامل استعدادات وفي الاخر الاقي مثلا ممكن يضيع مني بسبب اخطاء ساذجه ومعايا فار ومعايا كل الحاجات دي كلها في لخبطه كبيره يعني. احنا بنناشد يا كابتن الاتحاد المصري كره القدم لازم يبقى داعم لجنه الحكام. ما يبصش للايه للحاجات الصغيره. لازم يبقى داعم قوي
للجنة الحكام. كابتن ياسر لسه البداية وربنا يعينه، وبنتمنى اللي هو يكون حاطط شروط معينه، نتمنى نشوف بس في الدوري كده حكام بقى صغيرين، حكام تطلع ما نلاقيش التكراريه المستمره. اه يبقى مش حكر لحد. ايوه انا للاسف وقتي خلص سريعا، وده غالبا هيحتاج ان احنا نبقى حلقات اكتر، فرصه محمد ان احنا نحط سبوت على الحلقه الاضعف في الكره المصريه الحقيقه الحكام. بس هاخد منك اجابه في سطر. تأمر ده كده. معظم الحكام بيبقوا معروفين انتماءاتهم ممكن من قبل حتى ما يبقى حكم. ده بيشجع نادي كذا، ده بيشجع اللون كذا، هل ده بيأثر في القرارات؟ والله والله يا كابتن محمد الحكم عمره ما كان زي اللعيب، اللعيب عمره ما عاوز يفشل، الحكم نازل الملعب يا كابتن محمد عاوز ينجح، حتى لو ميوله كذا وميوله كذا ما ينفعش، لان انت هتبقى مره مش هتبقى المره الثانيه. خلاص.